Oh mm -hmm. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نواصل الحديث في قصة يوسف عليه السلام وننتقل لمرحلة جديدة من مرحلة يوسف عليه السلام قبل الدخول في الابتلاء الأصعب من الأول وهو رميه في البئر هناك ابتلاء امرأة العزيز الله سبحانه وتعالى قبل الدخول في هذا الابتلاء قال قبلها قال ولما بلغ أشده يعني النضج العقلي والبدني والفكري قال آتيناه حكما وعلما طبعا الحكمة ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا والحكمة وضع الشيء في محله وعلما علما بالعقائد الصحيحة التي جاء بها الأنبياء علما في إدارة بعض شؤون الدولة التي متعلقة بالعزيز عموما علم ومعرفة نافعة في الدنيا والآخرة قال الله سبحانه وتعالى وكذلك نجزي المحسنين يعني من كان على طريق الإحسان يمده الله بالحكمة ويمده الله بالعلم يبقى قبل الدخول في المعركة الجديدة والابتلاء الجديد والمحنة الجديدة التي تعرض لها يوسف عليه السلام كان هناك الأدوات للمقاومة هذه المحنة والاستعانة بالله كانت العلم والحكمة ومقام الإحسان ومراقبة الله سبحانه وتعالى وراودته التي هو في بيتها، شوف التعبير القراني وراودته التي يعني وراودته التي هو في بيتها، دائما القران لما يتكلم على هذه القضايا يتكلم بالفاظ فيها من الادب وفيها من الشفافيه وفيها من الاخلاق ومن القيم ويركز على القضيه بطريقه ترتقي بالإنسان الطبيعي إلى المعاني الإنسانية الرفيعة في العفاف وفي الستر ولهذا قال وراودته التي التي هي امرأة العزيز هو هو أي هو من التي امرأة العزيز هو يوسف عليه السلام في بيتها دليل أن كان لها سلطان بطريق سلطان في في بيتها عن نفسه أي هي لم تريد منه الحكمة ولا العلم ولا تريد منه القيم المتعلقة بمقام الإحسان لا شك أن كان سيدنا يوسف مصليا لله سبحانه وتعالى وأيضا على هدي إبراهيم عليه السلام ودعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام وجعلني مقيم الصلاة ومن, ومن ذريتي ويوسف عليه السلام من ذرية إبراهيم عليه السلام ويعقوب وإسحاق لا شك أن كان يصلي أيضا آآ 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 محافظة يوسف عليه السلام على عقيدته التوحيديه وعلى قيمه الاخلاقيه وعلى عبادته في ذلك المجتمع يشير الى شيء من الحريه في عالم الافكار وعالم العقائد بطريقه او باخرى لم يمارس عليه ان يترك عقيده التوحيد وهذا من الطاف الله بيوسف عليه السلام وراودته التي هو في بيتها عن نفسه في اراده الجانب الشهواني لم تريد الجانب الاخلاقي ولا الروحاني ولا القيم العظيمه التي كانت متجسده في شخصيه سيدنا يوسف عليه السلام وغلقت الابواب يعني احكمت اغلاق الابواب وهي يبقى القصر في ابواب عديده وكثيره ويبدو كلمه وغلقت الابواب تشير الى ان هناك محاولات سابقه انفلت سيدنا يوسف منها اما هذه المراه فكانت المؤامره فيها نوع من الاحكام وغلقت الابواب تفتح لك افاق واسعه في كيد ومكر هذه المراه التي سيطر على عقلها وعلى وجدانها قضيه الشهوه وقضيه محاوله الوقوع في فاحشه الزنا وقالت هيت لك يعني وقالت هيت لك اي تهيأت لك يعني هي عملت وسائل متعدده أشارت غمزت إلى أن إلى أن قالت قالت هيت لك أي اقبل علي للوقوع في الفاحشه وهنا التعبير القرآني عجيب وكأنك ترى المشهد وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك كان رد سيدنا يوسف عليه السلام وفق قيمه وعقيدته كان ما عاد الله يعني يحتمي ويلتجي الى الله سبحانه وتعالى انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون طبعا ما عاد الله انه ربي كلام سيدنا يوسف عليه السلام في القصه قليل ومحسوب ابتداء اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ثم تنتهي القصه لا يتحدث سيدنا يوسف الا في هذا المقام ويجيب بهذا امام هذا البلاء وهذا الامتحان وهذا وهذه الشباك التي القتها امراه العزيز يقول ما عاد الله انه ربي يلتجي ويحتمي بالله سبحانه وتعالى انه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. بعض العلماء قال إنه ربي أي سيدي المقصود بها إمرأة العزيز. وهناك من قال إنه ربي المقصود بها الله سبحانه وتعالى وهذا هو القول الأرجح والقول الأصوب والقول الذي ينسجم مع شخصية وأخلاق وقيم وعقيدة ودين سيدنا يوسف عليه السلام ولهذا قال الله قال ما عاد الله هذه الإجابة الأولى يعني ما عاد الله يبقى هذه الاستعانة والالتجاء إلى الله وتعلم منذ طفولته اسم الرب واسم العليم واسم الحكيم والله سبحانه وتعالى يعني غرست هذه العقيدة التوحيدية المنسجمة مع الفطرة ومع العقل ومع أدل ومع أدل الأدلة الدالة على خلق الله سبحانه وتعالى وأدلة الهداية الربانية لأنبيائه كان هذا الجواب كان طبيعي قال لما قال ما عاد الله يعني التجأ واحتمى بالله سبحانه وتعالى إنه ربي يعني خالقي ورازقي وسيدي ومالك امري سبحانه وتعالى احسن مثواي، يعني كيف نقلني سبحانه وتعالى بالطافه ومنه وكرمه ويسر لي الاسباب في هذا المثوى احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. فبين سيدنا يوسف عليه السلام ان الاعتداء على الاعراض الناس ظلم وان من سنن الله الجاريه أن الظالم لا يفلح أبدا وهي من سنن الله الجارية في الشعوب وفي المجتمعات وفي الأشخاص إنه لا يفلح الظالمون وكون أن الظالم لا يفلح وبالتالي لن أكون من الظالمين لن أقدم على هذه المعصية يبقى كلام سيدنا يوسف عليه السلام منهجية في تربية أولادنا وشبابنا على هذه القيم العظيمة في مواجهة الشهوات والشبهات والفواحش والمعاصي ما عاد الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون نواصل الحديث إن شاء الله في الحلقة القادمة.